اعتب على الاعلام العتب الشديد، بعد ماكو خوف، احنا نقول ماكو خوف. بسال سؤال واحد للاعلام، الاعلام ليش بعد الساعه الثامنه وراء صلاه المغرب ليش ينسحبون من ساحات الاعتصام؟ اكو امر لهم ينسحبون، اكو تحذير، اكو تهديد لهم، خلي يحشون يقولون يا اكو تهديد. احنا بكربلاء صار 4 ايام كل ما تطلع المظاهرات سلميه ونضحك ونسولف ونقعد ويا الجيش، ما عندنا اي اشكال والجيش ويانا. حبيبي قبل يومين صار انسحاب القوات جهاز مكافحه الارهاب من الموصل، سحبوهم نزلوهم بكربلاء، هاي حقيقه ومعلومات دونها يمك وتحقق من عندها وادخل بساحه الاعتصام وتاكد اكثر. نعم. سحبوا القوات اللي تابعه الجهاز مكافحه الارهاب بامر من رئيس جهاز مكافحه الارهاب، والمشتركين بالمجزره اللي صارت بكربلاء البارحه كالاتي: اول واحد رئيس جهاز مكافحه الارهاب، ثاني شيء الفوج الثالث اللي هسه هو القائد مالته، حاطينه عميد ما ادري عقيد رتبته ولد شاب، أتعرف إيش وقت أخذ هاي الرتبة وصار أمر الفوج الثالث اللي أطى أمر بضرب المتظاهرين وقصية. ثاني شيء الفوج الرابع اللي حماية الحرمين يعتبرون مشتركين أمام ناظر العتبتين المقدسة وعدهم علم. أسأل المحافظ، محافظ كربلاء، قل البارحة بالليل قبل الهجوم وين كنت مجتمع ويا من مجتمع ويا إيراني قبل لا ضربون المتظاهرين؟ طلعوا وضربوا المتظاهرين، أول ما ضربوا الجيش، الجيش كان موجود بين المتظاهرين وبيناتهم. نعم. ويصيحون رجعوا يا بذول يريد ياكلونكم رجعوا. طلعوا اول ما ضربوا الجيش قنابل دخانيه والجيش. نعم. اسالهم قلهم من شالكم؟ المتظاهرين شالوهم. ردوا الناب على اساس طلق مطاطي، لا كذب، لا طلق مطاطي ولا شيء، طلق حي ويشهد الله. وطب اسال بساحه الفلكه التربيه وبساحه بالساحه الفلكه اللي بباب مجلس محافظه كربلاء، قل لهم بمن انضربتوا؟ طلق حي. وحتى هذا الرمان الدفاعي، اكو واحد يركض ورا المتظاهرين ويشمر جواهم رمان دفاعي، روح شوف الشهداء اللي يقول المحافظ، يقول شهيد واحد، عندي فيديوهات وكل المتظاهرين عندهم فيديوهات، وادخل للمستشفى الحسينيه اللي بس هي لفه الشهداء والجرحى. نعم. مستشفى الكفيل. يعني المحافظ ابو علي، المحافظ محافظ كربلاء ومدير الشرطه نفى بان يكون هناك اي شهيد او اي جريح، كيف ترد عليه؟ محافظ كربلاء، محافظ كربلاء نعم مشترك بالهجوم اللي صار البارحه وبحضوره، هو كان مجتمع البارحه سيله ويا من مجتمع ويا ايراني، هذا ابو فيلق القدس الايراني اللي من راح يجتمعوا بفندق تابع للعتبه ما ادري لمن، وراها طلعوا حتى اكو ضباط، انا احكي لك اياها، اكو ضباط الحق نحكي، اكو ضباط شرفاء قالوا يا بن سحبوا ذولا راح يطلعون ياكلونكم، ذولا عاقدين عليكم، انسحبوا لا عندكم ربعكم يخافون على اهلهم وناسهم. قالوا انسحبوا، قلنا ما ننسحب، احنا نبقى وموقفنا ثابت وهذا موقفنا، الشهداء اللي راحوا احنا مو احسن من عندهم. طلعوا وهاك ورا نص ساعه. طلعوا بالنسبه لهم قامرون، طلق حي، دخانيات، رمان يمشي بالدوريه، دهس دهسوا. رمان هذا الدفاعي، احنا كلها تعرفه، رمان دفاعي يشمر على المتظاهرين. تعالوا وتحققوا، وذا الاعلام يقول يابا احنا ممنوعين او نخاف، خليه يجي يلبس زي المدني، خليه يلبس كمواطن يطالب بحق اخوته. نعم. وينزل موبايله يصور ويثبت لكم هاي الحقائق. نعم ابو علي، انت كمتظاهر، العدد لغايه الان اللي وصلنا وصل الى 30 شهيد ومئات الجرحى، هل لديك احصائيه عن عدد الشهداء والجرحى؟ احكي لك الحق. نعم. انا بالنسبه لي البارحه بالمستشفى بس اللي شفناهم اللي عسد يا ذول الموجودين العسد يا 16 شهيد. نعم. عرفت شلون؟ بالبدايه هاي. نعم. باول هجمه 16 شهيد، وكل كذاب ومنافق ومتخاذل يقول لك ماكو ايش حدث، تعال ادخل المستشفى الحسيني، ادخل للناس الشرفاء وقول لهم ايش قد الاحصائيه سجلتوها البارحه؟ من اجى هددكم؟ اسالهم قول لهم من اجى هددكم؟ ليش ما تقدرون تفترون حلوكم وتحشون؟ اي واحد من عندهم يفتح حلقه ويحكي لو بالسجن له. نعم. الثاني شنو هي الاعتقالات؟ منو هاي الجهات ابو علي؟ منو هاي الجهات اللي تمنع الناس من الحديث؟ الجهات اللي ذكرت لك اياها. نعم. رئيس جهاز مكافحه الارهاب بامر من عده مباشره. نعم. وجهاز مكافحه الارهاب اللي كانوا بالموصل هم ضربوا المتظاهرين مع اشتراك الفوج الثالث مال كربلاء اللي سبقا وان تلطخت ايديهم بدماء العراقيين. اذكرك بيها بدماء العراقيين من ضربوا الصدريين، هيك بدي اقول لك. نعم. من ضربوا الصدريين دينهم ملطخه بالدم، جمعوهم
من رحم عباسيه، ذاك رحم عباسيه موجود بكربله، ودوا عليه رائد علي اللي تلطخت ايده بدماء الابرياء ودوا عليه، موجودين واشتركوا كلهم دولة بقمع المتظاهرين، ناس حاقدين عباره عن مرتزقه، عرفت شلون؟ نعم. جهزوهم ودزوا عليهم واحتاجوهم، ضربوا المتظاهرين، فوج الثالث مشترك وياهم، فوج حمايه الحرمين مشترك وياهم. واذا تريد الحقيقه انزل بنفسك، انزل اي واحد عندك من المصورين من الاعلاميين ينزل يروح يتحقق. نعم. يروح يشيل ابو علي هناك نعم. وين مجتمع؟ نعم. هناك حديث بان قوات السوات اقدمت على هذه المجزره بعد ان اراد المتظاهرون رفع العلم العراقي على القنصليه الايرانيه، هل صحيح هذا الخبر؟ حبيبي العلم العراقي رفع على القنصليه الايرانيه اللي هي سبب الفتنه، الرفع صار ليومين مدري ثلاث ايام من الرفع، ويقال بانه هذا انتقام من هذه الحركه من قبل المتظاهرين. حبيبي الهدف تدري شنو هو؟ نعم. الهدف صم حلقك وارجع لاهلك، يريدون هذا الشيء وهذا الشيء ما يصير. نعم. طلع ما له خط للرجعه، يا اما النصر يا اما الشهاده، ماكو رجعه. نعم. بدك انت الجريح من يطلع من المستشفى، ماكو من يطلع من المستشفى الجريح مباشره، بس تعدى المستشفى طبقت عليه سياره اعتقل، اعتقل روح طب السجون، انتم اعلام انتم سلطه رابعه، دخلوا سجون كربلاء روح شوفوا شنو بيها، ايش متروس السجون اللي بكربلاء، شوف ايش متروسه. نعم. انتم لازم تتحرون على هالشيء، احنا طالبكم وموقفكم المشرف، انتم نعم. ما قصرتوا، اكو قنوات اعلاميه ما قصرت، شريفه وجزاهم الله خير، بس لا يخافون، خلي يدخلون، خلي يتحققون، خلي يفقهون هاي الناس الفاتسه، يعني البارحه ما تسولف ما تسولف. لا لا اتكلم. على العرش ماكو. نعم. ما تكلم ابو علي. يعني هسه المحافظ من يطلع يقول يا بيه بس شهيد واحد. نعم. زين انت ابو الشهيد الواحد، يا ريت يقول شهيد، يقول قتيل واحد، قتيل واحد، زين انت هاي الناس اللي اجت شافت بالمستشفى والناس اللي نقلناها، شنو هاي؟ كلها كذابه، انت صادق الامين بس بتعرف. نعم. ابو علي هناك انباء. نعم. هناك أنباء وردت بأن القوات الأمنية منعت عوائل الشهداء والجرحى من الوصول إلى الضحايا لمعرفة مصيرهم، ما مدى صحة هذه الأنباء؟ والله حبيبي أنا أقول لك القوات الأمنية فضلون، أول شغلة هذه يحجزونهم بالثلاجات. نعم. أكو هم محتجزين بالثلاجات الشهداء وممنوع منع باتا واحد يطب لهم، وأكو من يقول لك يريد يخلصون من عندهم الطعم القتله مالتهم، هيك الطعم القتله مالتهم ولا يظلون حتى خاف يجي اعلام تجي محكمه دوليه شغلات وراهم تدور يخلصون من عندهم، والشهداء اللي ذبوهم ما ذبوهم بمكان خاص بالمستشفى، ذبوهم بغرف ظلمه تجي الناس تدور اولادها تاخذها وتطلع، اذا تريد فيديوهات وتنشرها اذا انتم السلطه الرابعه وتريدون تفضحون هذه الفضيحه اللي سواها المجزرة بكربلة، المجزرة نعم. واقعة الطف انعادت البارحة بكربلة. نعم. أبو علي هل تعتقد نعم هل تعتقد بأنه بعد هذه المجزرة اللي ارتكبتها قوات السوات هذه المجزرة سوف يعني تجعل من المتظاهرين يتراجعون عن الاعتصام والتظاهر؟ ابن عمي رحمه على والدك، نموت 10 نرد 100. نعم. نموت 100 نرجع ألف، احنا نعم. أصحاب مبدأ ومبدأنا ثابت وما نتراجع. نعم. خلي تروح هاي الشهداء، علم اذا هذه الروح اذا للوطن ما تضحيها، علم نضحيها هاي الروح، شلك بيها؟ تنام يا مرتك بيها؟ وين؟ تطلع تفتر بيها؟ احنا هذه الروح ترخص للوطن. احنا نريد نعيش كمواطنين عربيين، نريد نعيش بكرامتنا، نريد نعيش بأبسط حقوقنا. نعم. هذا كل اللي نطالب به. نسأل الله أن يحفظكم أبو علي. أبو علي قبل ما أشكرك، هناك حديث عن انتشار مجاميع إيرانية بين قوات السوات أو على شكل منفرد، هل شاهدت هذه القوات الإيرانية أو المجاميع الإيرانية؟ هل سمعت عنها؟ صديقي هذا السؤال اريدك توجهه للسيد المحافظ، يقول لك 300 مقاتل الإيراني شلك بيهم ناشرهم بداخل محافظة كربلاء بحماية الجيش وحماية سوات، الجيش اولادنا، الجيش اولادنا، من طاحوا احنا شلناهم. نعم. عرفت شلون؟ من طاحوا من المسيل روح اسالهم الجيش، قول لهم من طحتوا من شالكم؟ من نقصكم؟ من فركم؟ عرفت؟ وانا ما اخفى عنك. نعم. اللي يصير تعدي اكو، كل فعل الى رده فعل. نعم.
ما يقول لك فشقوا الشرطه وهاي، لا حبيبي ما فشقوا الشرطه، الاعتداء قام حتى جهال والله العظيم جهال نزلوا عمهم من الكيه وحمسوهم بالتوافي، جهال يعني عمره 7 سنين نزله من الكيه اخذ عمه صفقوهم توافي يلا يلا واللي منه شالوهم الجيش جابوهم للمتظاهرين وعمهم راح بعد ما حد يدري فيه خذوهم من الكيه وراح جوه بالاعتقال كيه تمشي بالشارع صارت الهجمة على المتظاهرين قاموا يخبطون الأبيض والأسود. نعم الآن أبو علي كيف تبدو كربلاء الآن في هذه اللحظات؟ عيوني. أكو تظاهرات أكو تجمعات؟ نعم التظاهرات ثابتة والحشود تزداد ما تقل وكل من يقول لك أكو خوف لا بالله احنا عراقيين وتشهد لنا الساحة وتشهد لنا التاريخ كله يشهد لنا كل من يقول لك اكو واحد جبانه ويتراجع نصدق هذا الشيء تعال وشوف بعينك الحشود تزداد يوم على يوم يشهد الله حتى الموظفين طلعوا الموظفين اللي عنده راتب ومرتاح طلعوا يانا متظاهرين وموجودين لحد الان وسووا تشييع رمزي للشهداء اللي سقطوا البارحه والتشييع من الساعه 3 ومتواجدين الجيش ومتواجدين المتظاهرين بس انا اللي اريد القنوات الاعلاميه اللي اترجاها يعني بس يتواجدون من الساعة 8 ليلا للساعة 12 بس لأن كل شيء مال بس الأربع ساعات خلي يعرفون النهار كله ما نريدهم يجون النهار خلي يجون بالليل في ساعة الهجمات وخليهم ينقل لكم الخبر الحقيقي.